السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي فغادي نشرحوا لا ريسبيراسيون لو دوزيام كور ديال غراند فونكسيون. المهم نظرا للطلب ديال العديد من ديال الطلبه قررت انا نديرو. هو ماشي صعيب ولكن فيه شي نقاط مهمين غادي نشرحوهم. سي تري بيان، دعاء بركه الله. فدائما في اي فيديو كنبداو بالاناتومي. سي تري بيان. نعم سيدي، الاناتومي ديال لا ريسبيراسيون خصنا نعرف لو سيستيم ريسبيراتوار اشنو هو، منش كيتكون بطبيعة الحال، منش كيتكون. هما كاين لو ني اللي هو اول واحد، لو فارينكس ولا لا تراشي لي برونش لي رامفيكاسيون لي بومون اللي هما ستركتور مهمة. هنا كاين واحد الحاجة جديدة اللي هي لو فارينكس ولا لارينكس. اشنو هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ لا ديفيرونس بيناتهم هي ان لو فارينكس تينتمي لو سيستيم ديجيستيف و لو سيستيم ريسبيراتوار، يعني تيجي بيناتهم. اما لو لارينكس فهو تينتمي لاش، تينتمي لو سيستيم ريسبيراتوار. دونك هادي نقطة خصكم تردو لها البال. لا ستركتور اللي قلت لكم هما لي تيب ديالو. لا ستركتور المهمة اللي قلت لكم هي لي بومون، هادو بالضبط. وبالضبط واحد لوغان اللي فيهم مهم كتر اللي هو لالفيول بيلمونيغ، لالفيول بيلمونيغ، الحويصلات الهوائية. سي تري بيان. دونك هاد الحويصلات الهوائية هي اللي على مستواها، يعني فيها تسميت وتيدخل او دو وتيخرج سي او دو، يعني على مستوى المتبادلات الغازية كنا قرينا ديجا. دونك هادي ردوا لها البال، هي اهم ستركتور كاينة في السيستيم ريسبيراتوار هما هاد ليزالفيول بلمونيغ. نعرفو كيفاش تيدخل الدم، كيفاش يدخل الهواء للدم وكيفاش تيخرج منه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايين. المهم في هاد الفيديو غنديرو شوية لو ميكانيزم ميكانيك بطبيعة الحال لأنه ما صعيبش بزاف، وغادي نشوفو الاناتومي و ليستركتور اللي مهمين بزاف. سي تري بيان. دونك كيما كتشوفو لا ستركتور اللي مهمة تانية فهي لا كاج توراسيك اللي هو القفص الصدري. كيما كتشوفو هنايا القفص الصدري اللي هو لا كاج توراسيك واللي هو هذا في الصورة هنايا، تتكون مناش، تتكون من عظمه او ماديزوس، وما بين دوك كل عظم وعظم انوس سي انوس كاينه، كاينين لي ميسكول انتركوستون. سي تري بيان. وكاينه لا بليفر باغي طالب نعرفوها تاي مدا تكون من بعد، ولكن شنو اهم الخاصيات ديالو؟ اهم الخاصيات ديالو هو انه في الداخل ديالو تيكونوا لي بومون، يعني هو تيحميهم بحال شكل ديال شي 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 طوير اوازو كاين فواحد 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 لاكاج، يعني كاين فواحد القفص. سي تري بيان. و il occupe la majeure، يعني كبير هو بزاف تي اوكوب لا ماجور دو مويم لي بومون دووات سيباري بار لو ميدياستان. المهم تي سيبارا كل بومون هذا بومون هذا بومون تي سيباري بار لو ميدياستان لي واحد العظم لي لوس. سي تري بيان. كيما كتشوفوا في هاد لا فوتو كذلك هو باين مزيان لو ميدياستان هما لي ميسكول انتركوستو على البومون داخل ميسكول انتركوستو على لي زوس و لا بليفر باريتال هاد لا بليفر باريتال ولا لا كافيتي بلورال هي اهم اهم ستركتور في البوم. علاش؟ لان بحال هي تقول هي بحال لاغريس، يعني هي اللي تزلق هذوك العظومه، يعني لاكاج توراسيك مع سميتو مع لي بومون باش انه ممكن تحرك، لان لاكاج توراسيك عاد تتحرك ولي بومون حتى هما تيتحركوا، ولكن كيفاش يتحركوا لي بومون؟ يعني تيتنفخوا وتتفشوا. سي تري بيان. دونك شاك بومون قلنا اي اونتوري بار لا كافيتي بلورال، هاي لا كافيتي بلورال فين هي؟ المهم هاي كافيتي بلورال كما تشوف هاد الصوره مصغره. هاد لا كافيتي بلورال تكون بجوج ديال لي ديال لي مومغ، كاينه ان في انترن مو انترن وكاينه ان في اكسترن ولا مومبران اكسترن اللي كنسميها. المهم الانترن شنو الكونتاكت، شنو هو الرول ديالها؟ عندها ان كونتاكت مع الكلوبمون تنسميوها لا بليفر بيلمونير او فيسيرال. سي تري بيان. لا بليفر بيلمونير او فيسيرال يعني شتوها كي داير كاين الداخل، وكاينه الاكسترن اللي هي ان كونتاكت افيك افيك اش افيك لا كاج توراسيك ولا لو باروا ديال لا كاج توراسيك. الاكسترن ها يمكن تشوفوا هنا كافيتي، ها هي بتلقاو هنايا كافيتي بلورال مو اكسترن هي نو مي بليفر باريتال عندها سميه اخرى هي بليفر باريتال هي تشوفوا هنا. سي تري بيان. اشنو هو الدور ديال هاد لاكافيتي؟ قلنا هو انها تسمح تزلق ليا لي بومون مع لاكاج توراسيك، ولكن غراس لواحد ليكيد تنسميوه
un liquide séreux. تسميه لو ترانسودا. هذا الترانسودا هو لو ليكيد يعني هو لا غريس هو مثلا غريستيز اللي ربما مع لا كالتوراسيك ما بيرميتان اونبومون دو غليسي سي تري بيان تيزلقهم باش يمكن لهم يتنفخوا ويتفشوا ولكن الا كانت كون تصور كان يطلق القفص الصدري مزير ما يمكنليش يتنفخ يعني ما كاينش هذا لو ترانسودا دونك ما كاينش اللي بومون تنفخوا دونك غتخنق ديما يبقى خاصك اكسجين ما تدخلوش بزاف تجيك واحد هذيك واحد لانسوفيزونس اون اكسجين اللي غتولي تنفس بصعوبه اللي معذب دونك كما تكونوا فهمتوا هذه القضيه كاين واحد ستكتور اخرى مهمه اللي هي بلا ما نزربو دابا نعرفو هذا فوالا هاد لا ستكتور الثانيه ولا لا دوزيام ستكتور اللي مهمه كذلك من بعد لاكاج توراسيك كتجي ولا كيجي لو ديافراغم مزيان فين كاين هاد لو ديافراغم كما تشوف معايا فهاد لو جيف هذا فان هذا اللي بالزرق هو الاكسجين هذا اللي بالخضر هو لو ديافراغم يعني هو بمثابه واحد لا مومبران ولا واحد الميسكل كما نعرفوا الخاصيه ديالو لو ديافراغم اي تان ميسكل ديغاستريك فورمون اون فوت كون مهم كونفيكس افونتر اوبوزي مهم يعني بحال مقعر هنا هكا ديال بحال شي سميتو بحال شي شي مخروط هكا اللي هو بالخضر بطبيعه الحال هذا هو الديافراغم اي سي تان ميسكل دونك لو سي تان ميسكل كونفيكس سي تري بيان هادشي اللي بتعقل عليه فيه ثاني حاجه هو لو بلي فولومينو يعني هو الميسكل الكبير في من لو ميسكل انسبيراتوار يعني ديال التنفس اي انيرفي بار لو نير فرينيك لو نير فرينيك بطبيعه الحال هو اللي تيحركو يعني بيت الريسبيرا دونك حرك السي دي لي فرينكس انفورماسيون تحرك لي ديافراغم سي تري بيان ولكن كيفاش يخدم ها هو الفونكسيونمون ديالو غادي نعرفو كيفاش يخدم عندي انا عام سيدي انا بغيت ندخل او 2 يعني ندخل او 2 اللي هو الشهيق تنسميوه انسبيراسيون او بنخرج سي او 2 تنسميوه اكسبيراسيون الزفير اكس يعني من اكس تيغي يعني اكس خرج دونك اكسبيراسيون و انسبيراسيون انترن يعني تندخل براها او 2 دونك انسبيراسيون سي تري بيان لو فونكسيونمون ديال هاد ديافراغم شنو هو قلنا فاش لا كونتراكسيون دي ديافراغم اسوري ليكسبونسيون دو لا كاج توراسيك يعني فاش تيتحرك ليا ولا فاش تدير لا كونتراكسيون ديال هاد لو ديافراغم فان لا كاج توراسيك تيطر ليها تتوسع يعني تتوسع بحال هكا فاش ندخل الاكسجين تدير معايا هكا شهيق دونك دخلت اكسجين اش طرا تنحسب لو بومون نفخو دونك لا كاج توراسيك اش بطرا حتى هي بتنفخ يعني بتوسع اكسبونسيون Donc l'expansion de la cage thoracique et crée une dépression dans les poumons, entraîne une entrée d'air ou inspiration. C'est très bien, sans relâchement. ولكن la petite تنفس فإنك يعني تتقوم بها تحس براسك بأنك خصك خصك ديرها كتدخل بتدخل بزاف يعني انت تديرها ولكن لو غولاشمون يعني الزفير ما تحتاجش انك دير واحد الطاقه يعني تترخى دونك ما تستغلش طاقه نسميوها تنسمى ان اكسبيراسيون يعني زفير باسيف ولا اكسبيراسيون باسيف يعني سون انرجي ما تحتاج حتى شي انرجي فاش تبي دير الاكسبيراسيون دونك سي تري بيان دونك هذا هو لو ديافراغم ولا كالتوراسيك هما اللي تيلعبوا مع البومون واحد الدور مهم في التنفس مزيان عقلو مزيان لو ديافراغم اي لا كاج توراسيك من بعد غادي تجي واحد القضيه غندخلو شويه نتعمقوا في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله نتعمقوا نشوفوا كيفاش يدوز الهواء يعني الاكسجين من الدم من سميتو من لي بومون للدم وكيفاش يخرج السي او 2 كذلك من الدم لي بومون دونك نعرفوا القضيه دي وخاصيات اخرين ديال لا فونتيلاسيون بيلمونير اللي هي مهمه ولكن غنعطيكم داكشي اللي خصكم تعرفوا عليها لان ما صعيبه بزاف وغنكونوا سالينا ان شاء الله الكور ديال دونك ما تنساش دير جيم وابوني ولايك وكومونتير زوين باش تشجعنا نكملوا فهاد لي كور هادو ونتمنى ان كلشي يفهم وتبارك الله عليكم.